السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن أحبكم جميعا في الله. النهاردة إن شاء الله هنفتح عيش فلل، فلل جميلة جدا جدا، ألوانها مميزة، فيها اليالو فيس، فيها الأوبلاين، فيها درجة من درجات اللون الأزرق، يعتبر من تركيبات الرينبو. ولكن الهدف من التزوج دوت إن هو الاتنين نفس النوع أو نفس الألوان، فمش هدف منها انتاج ريمبو، تمام؟ بس هم الوانهم جميله جدا جدا، هنتعرف عليهم النهارده، وكمان هنفتح العيش ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. تعالى بقى باذنك انت كده، تعالى كده عشان عندنا شغل. اوعى تقع، بس خليك واقف هنا. شاطر شاطر. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنقول بسم الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ادي الجواز اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. مستواهم جميل جدا جدا، وهنشوف. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله. هو طبعا كانوا النتايه بيضاء، 6 بيضات، فأسة 4، بسم الله ما شاء الله، ولسه تحتيها 2 ما فقسوش. اللهم ارزقنا خير منهم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ان شاء الله انتاجهم على خير. احلى حاجه في انتاج الفلل لما ربنا يرزقك كده بزغاليل، اول ما زغاليل تريش بتلاقي منظرهم جميل جدا جدا جدا. جذور الريش لما بتكون منبته وطالعه بيبقى شكلها تحفه، وخصوصا الكريست فلل اللي على الاكتاف. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. طبعا هم لسه ما يريشوش خالص، ولا حتى الريش انبت، لسه عمره 2 و3. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. طيب حاجه كده حبايبنا كانوا بيسالوني عليها، ايه الخطوات اللي انت بتعملها في العش لما بيكون في فروخ؟ دلوقتي انا كنت حاطط الصدف قبل ما النتايه تبيض، تمام؟ النتايه باضت، بسم الله ما شاء الله، فقست اهي، فاضل بيضتين، غالبا في واحده منهم بايظه وفي واحده ثانيه هتفقس، هصبر عليها لحد ما تطلع الخمس فروخ بتاعتها. اول ما الخمس فروخ يبداوا ينبتوا ريش، اصغر واحد فيهم يبدا ينبت ريش والريش يبدا يظهر، ابدا امسك الدرج ده كله واروح منظفه، هشيل كل الصدف اللي فيه، وهبدا احط تبن فول. تبن الفول ميزته ايه بقى؟ تبن الفول بيمتص كل فضلات اللي بتنزل من العصافير الصغيره، يعني كل الفضلات بتاعت العصافير اخرجها، التبن الفول بيمتص الميه اللي فيه، فبالتالي الدرج بيفضل نضيف، وفروخ ما بيبقاش فيه ميه خالص في الدرج، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه كور بقى اللي هي بتيجي من عن طريق الميه واختلاط الفضلات، بيبقى فيه كور كده صغيره في رجل العصافير، لا احنا كده بيبقى العصافير بتاعتنا نظيفه والفروخ بتاعتنا نظيفه وزي الفل. وطبعا طول ما انت تحافظ على البيئه الجافه جوه العش كل ما كان احسن، عشان خاطر الامراض وعشان خاطر الحشرات. وبرده ديت من ضمن الاسباب اللي خلاني اشتغل بعشوش اللي الدرج بتاعها بلاستيك. الدرج البلاستيك ما بيبقاش بيئه مؤهله لنمو الحشرات، الحشرات ما بتعيش على البلاستيك على فكره، الحشرات احسن بيئه ليها الخشب، تمام؟ فبالتالي احنا حطينا الدرج البلاستيك ده ساعد كتير جدا جدا، وكمان بنحط تبن الفول. بعد ما الفروخ بتفقس الدنيا معانا بتبقى زي الفل بفضل الله. وحضراتكم طبعا شفتوا كتير قوي فيديوهات فتح عشوش، وشفتوا فايده تبن الفول تحت الفروخ المريشه، تمام؟ تمام. طيب الفروخ ريشت وحطينا تبن الفول وزي الفل، اول ما العصفور او الفرخ بيوصل سن 30 35 يوم اللي هو سن القطف او سن الفطام، ببدا احط ساعتها دخن قبل ما افطمهم باسبوع. الدخن هي سنابل الدخن اللي احنا بنحطها في البياضه علشان الاهالي بتاكلوا دم الفروخ، والفروخ بتبدا تاكل بغريزتها، فبالتالي بتعرف تأزأز والدنيا معانا بتبقى زي الفل بفضل الله، تمام؟ يبقى ديت اللي انا يعني قصه او تجربه العش، ايه اللي انا بعمله في العش؟ هو انا كده حكيت لكم بالظبط. بعد كده لما اجي بفطم الفروخ وخلاص انا عودتها على الدخن وهي طالع صحتها كويسه عشان كنت فارش تحتها تبن فول، الدنيا معايا بتبقى زي الفل، لا بيبقى عندي تساقط اجنحه، تساقط ريش الاجنحه، ولا تساقط الديل زي ما الناس كتير قوي بتشتكي من الموضوع ده، تمام؟ هنبص دلوقتي على الجوز بره. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. الجوز مستواه جميل، الوانه مبدعه، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. الذكر والنسايه هي نفس اللون ونفس درجه اللون، حتى بسم الله ما شاء الله الفلل بتاعتهم كويسه، فان شاء الله ربنا يرزقنا منهم خير، وهنشوف الانتاج بتاعهم ايه. هو غالبا الانتاج بتاعهم هيطلع زيهم بالظبط.
طيب الالوان دي يا عم ناصر ينفع تخش في تركيبات الرينبو؟ اه الالوان دي ينفع تخش في تركيبات الرينبو. طب هنعمل ايه؟ لازم نجيب فلل كلير وينج، يعني دول هم فيهم ثلاث صفات من صفات الرينبو، ينقصها يعني صفه واحده بس، ان العلامات السوداء اللي على الجناح دي تتمسح. تمام؟ طيب يبقى لازم نجوز ايه بقى؟ لازم نجوزهم، يعني احنا عايزين ناخد الجزء ده ندخله في تركيبات رينبو، يبقى لازم نجوزه فلل كلير وينج صافي او صافي الجناح خالص، ما يكونش فيه اي علامات. طيب ليه؟ علشان نبدا نمسح على العلامات السوداء اللي قدام حضراتكم في الجناح دي. لو قدرنا نوصل لكده يبقى احنا كده وصلنا لفلل ريمبو، فلل ريمبو. تمام؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. احب اعرف حضراتكم برضو ان انا مش ناسيكم والله، في حبايبنا طلبوا مني ان انا اعمل لهم مسابقات وجوائز، عينيا الاثنين ان شاء الله باذن الله باذن الله هعمل لكم جوائز كتير جدا جدا، عصافير هديه بدون مقابل خالص، وحتى كمان الشروط بتاعت المسابقات هعمل لكم شروط يعني خفيفه جدا جدا سهل على اي حد، يعني هي عباره عن اشتراك في قناه او لايك، يعني كلها حاجات خفيفه خالص لحضراتكم بحيث ان الفائده تعم على الجميع ان شاء الله رب العالمين. تابعونا كويس جدا في الفيديوهات اللي جايه عشان هي ديت اللي هيبقى فيها المسابقات باذن الله باذن الله، هنعمل مسابقات وجوائز ما تخطرش على بال حد، باذن الله هنقدم اصوص كلها شغاله وبالاقفاص بتاعتها، بالاقفاص بتاعتها يعني جوائز هتكون قيمه ان شاء الله. هينزل بقى اعمل لايك في الفيديو ده وتابعني كويس جدا جدا، وعشان تتابعني وما يفوتكش اي حاجه عشان الجوائز ما تروحش منك لازم تنزل تحت تفعل زر الجرس على الاشعار على الكل، علشان كل ما ينزل فيديو تعرف انت بيه وتخش اول واحد عشان تبدا تحل المسابقه بسرعه وتكسب الجائزه بتاعتك. كنت انا وعدتكم انها ان شاء الله هنبدا نشتغل ونجيب السلاكات اللي هي بحضان، اللي هي السلاكه اللي هي مثلا 60 وفيها حضان منها فيه، ده ان شاء الله باذن الله خلاص بدانا نتفق مع الراجل المصنع يعني، وان شاء الله اول طلبيه هتنزل قريب، واول ما هتنزل الطلبيه بتاعت السلاكات ام حضان هصورها لحضراتكم طبعا، واكيد طبعا هنغير المزرعه بتاعتنا هنا وهنخليها كلها سلاكات بحضان عشان التطور، احنا دايما بنطور. تمام؟ ان شاء الله السلاكه المحضنه دي جميله جدا جدا، وعملت لكم فيها تكات كده فنيه، يعني انتوا لما ان شاء الله باذن الله برضو انا مش هحرق المفاجاه، ان شاء الله لما اجيب السلاكات وهعرضها على حضراتكم واعمل فيو عنها ان شاء الله، يعني هتشوفوها حاجه جميله جدا جدا وفيها تكات كده، وانت كمربي هتستمتع بيها جدا، يعني هنوسع العين ونضيق العين ونبص هنعمل اللي احنا عايزينه، هنتفادى مشكله الافتراس وهنظبط الدنيا خالص خالص بفضل الله. وطبعا السلكات هنحاول قدر المستطاع ان احنا نجيبها بسعر قليل شويه، يعني عشان خاطر حبايبنا في القناه، فاحنا هنحاول قدر المستطاع ان احنا هنعمل كده يعني مثلا يعني ديل كده مع المصنع ان هو يحاول ينزل لنا بسعرها شويه، مع ان هي اصلا يعني السلكه مكلفه وفعلا فعلا المصنع تعبان فيها، بس برضو احنا يعني بالعشم كده ان شاء الله وهنعشم فيه، وهو ان شاء الله مش هيكسفنا ان احنا ناخد منه حاجات بسعر نسبيا كويس. تمام؟ ان شاء الله انتظرونا في كل جديد باذن الله. تعالى بطل تعالى يا جميل، متضايق ليه؟ بص الكوكتيل التاني عايز يطلع، بص عايز تطلع ليه؟ تعالى تعالى عايز تطلع؟ طب واللي على كتفي دول؟ طب انزل انت عشان بص اقف هنا، تعالى اقف هنا بطل، وانت كمان تعالى اقف هنا يلا جنبي، شاطر شاطر انت كده شطار، وانت كمان تعالى اقف جنبي، تعال بس كده بس خلاص خلاص، تعال بص تعالى جميل، تعال انزل انزل نصب عشان تلا، تعال تعال شاطر برافو عليك، تعال انت كمان تعال 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 ماشي وقفت على الكاميرا تعال بس انتوا كده شطار، يلا بقى خشوا بقى المطار كده خلصنا، يلا جميل يلا خش خد تعال انت عايزين يخش يلا انت شاطر خش برافو عليك، تعال خش وانت تعال يلا جميل وانت تعال يلا جميل، يلا بقى عشان عندي شغل، يلا باي باي. تمام؟ تحياتي ليكم وإني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.